مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا استضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة، رحبوا معي بالأستاذ أحمد صاحب شركة بيت الخير للعقارات. بداية، أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. منورنا اليوم عبر شاشتنا. أستاذ أحمد، بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك في دولة الإمارات. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ خبرنا أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن شاء الله مساءكم بكل خير. معكم أحمد أشرف، صاحب شركة بيت الخير العقارات. يعني أنا بنوب عن الوالد طبعاً، هو مؤسس الشركة. بنوجه له تحية عبر شاشتنا. نعم. أكيد. فأنا يعني أنوب عن والدي، هو مؤسس الشركة سنة 98 تقريباً. ما شاء الله. نعم، وهو من أوائل المكاتب العقارية برأس الخيمة الحمد لله يعني. وأنا اكتسبت هذه الخبرة عن طريق الوالد يعني، الله يمسيه بالخير. ما شاء الله. نعم. إيه نعم. ومستمرين في المجال. مستمرين في المجال. نعم. ما شاء الله عنكم. الله خبرنا يكون. أكثر أستاذ أحمد عن الخدمات اللي تقدم للمجتمع الإماراتي وغير. نعم. الإماراتي من قبل شركة الخير العقارية. تفضل. نعم. والله في خدمات كثيرة يعني، مثلا في تأجير، مثلا في تثمين عقارات، في بيع، في وساطة عقارية، وفي بعد اللي هي مقاولات، مثلا صيانة وكذا. ونتعامل مع شركات كثير، تنظيف، مقاولات، يعني في خدمات كثيرة يعني متعددة. والحمد لله يعني دائما نحاول ان احنا نراعي الزبون يعني. أحسن. سواء مالك او مستأجر يعني. حلو. اسعارنا دائما في متناول اليد يعني. احسن. هاي النقطة كثير مهمة. نعم. لانه انا بدي اسألك سؤال مهم. نعم. هسه عن الاستمرارية في هذا المجال الضخم. يعني احنا ما بدنا نطلع على المنافسة الشرسة في كافة المجالات براس الخيمة، خلينا لا ناخذ بس موضوع العقارات. نعم. بنعرف احنا انه العقار يمرض لا يموت، وانه شركات عقارات بتفتح كثير وبتسكر. وكيف احنا استمرينا 24 سنة؟ ما شاء الله عنكم طبعا. نعم. احنا هذا شرف لإلنا كمان كعرب، نفتخر انه لما نشوف ابن بلادنا ناجح بحياته. فكيف قدرتوا بناء على شو الاستراتيجية كانت؟ والله في عدة عوامل يعني، مثلا أبرزها طبعا تكسب ثقة الزبون أو العميل، سواء مالك اللي هو صاحب العقار أو المستأجر. ف يعني تعرف ثقة الزبون قبل أي شيء. بالضبط. لأن إذا وثق فيك خلاص بيرجع لك مرة واثنين وثلاثة. وطبعا إرضاء عندنا الزبون أو المالك هذا رقم واحد عندنا يعني. 100%. إيه، بعدين الواحد يدور مصلحته، بس مش على حساب إنه مثلا ثقة الزبون أو كذا يعني. إيه نعم. أستاذ أحمد كصاحب خبرة، خلينا نخرج عن النص شوي، كصاحب خبرة شو بتوجه رسالة للمستثمرين الجدد اللي عنده رأس مال بس مش عارف كيف يبدأ؟ شو بتوجهه؟ إنه هل إنه يستثمر في هذا المجال العقارات، ولا هذا سوق ضخم يبعد عنه؟ والله هو مجال البزنس كبير يعني. أنا صح. بالعكس يعني أحترم جميع المجالات، ولكن أنا بفضل مجال العقارات، مش لأنه مجالي بس، معروف يعني مجال العقارات ما شاء الله يعني. أنت قلتها، يمرض ولكن لا يموت. وفي النهاية أنت يعني بترجع رأس مالك يعني. أنت الحين لو شريت عقار، أجرت سنة واثنين وثلاثة، حتى لو مثلا السوق شوي مريح بتخليه عندك. أنت مو بخسران. وقت ما ارتفع السوق بعت يعني، جبت راس المال او حتى ربحت، فانت بالنهايه ربحان يعني. صحيح. وفي النهايه انت بتدور على العقار اللي بيكون له عائد سنوي قريب ال 10%، على اساس ان انت خلال 10 سنوات تكون جبت قيمه العقار. ما شاء الله عنك. إيه نعم. الهندسه. ما شاء الله عنك. الله يكرمك. طبعا انا بتمنى المشاهدين انهم استمتعوا بهاي الحلقه الرائعه. نعم. مع استاذ احمد بيت الخير للعقارات. الان شو هي النظره المستقبليه لك كبزنس مان صاحب عمل؟ بتفكر دائما بالتطور، بالنجاح. نعم. شو بفكر بالمستقبل تسوي؟ مثلا تفتح فروع اخرى، تعمل علاقات جديده، خبرنا اكثر. والله يعني هي الفكره الحاليه ان احنا نحاول يعني نكون علاقات مثلا، او نفتح افرع برا راس الخيمه.
العقار في راس الخيمه جميل، ولكن في يعني احنا نتطلع او نطمح للاعلى، مثلا نروح لين صوب الشارقه والعجمان ودبي ان شاء الله. نحن نفتح افرع السنين القادمه يعني هناك ان شاء الله، ونحاول نطور من نفسنا اكثر يعني. اكيد اكيد طبعا، هنا دوله الامارات دوله لا مستحيل، اكيد نعم حنشوفكم بدبي والشارقه وعجمان وبكل الامارات طبعا. انا هذا بكون فخور جدا لما هذا الشيء يتحقق، لاني بفتخر انا باولاد بلدي. الان استاذ احمد زي ما بتعرف انت يعني عايش بالبلد، تعتبر من ابناء هذا البلد العزيز على قلوبنا دوله الامارات العربيه المتحده. تعرف الشيوخها ما بيقصروا معنا، الحكومه ما بتقصر معنا، التسهيلات موجوده، الدعم موجود، الارض الخصبه، اذا بدنا نعد ما راح نخلص. فبدنا رساله شكر من بيت الخير للعقارات من الاستاذ احمد لشيوخنا الكرام، تفضل. والله يعني بالنيابه عن بيت الخير للعقارات وبالنيابه عن الوالد واخواني، يعني نوجه رساله شكر لجميع شيوخنا حكام الامارات، بداية بمؤسسها الشيخ زايد الله يرحمه ويحسن إليه، والشيخ خليفة الله يرحمه ويحسن إليه، والشيخ مكتوم، وجميع شيوخ الإمارات يعني اللي انتقلوا إلى رحمة الله الله يرحمهم يعني. وأشكر طبعا الشيخ محمد بن زايد، دائما صاحب الفكر العالي، هو اللي مخلينا نحن الشباب إن احنا نطمح إن احنا دائما نوصل في العلالي إن شاء الله، ولا مستحيل في دولة الإمارات نفس ما أنت قلت. وان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نحاول نثبت نفسنا اكثر برا راس الخيمه يعني. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. نتمنى لنا منهم جزيل الشكر يعني جميع شيوخنا. طبعا بنتشكرك على رسالتك الطيبه استاذ احمد لشيوخنا الكرام، وطبعا من قناتنا اي بي سي العربيه بنتشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده، وشيوخنا واولياء العهود الكرام. نتشكرك مره اخرى لوقتك الثمين استاذ احمد اللي اعطيتنا اياه. قبل نهايه البرنامج بحب اخذ منك موقع الشركه وين احنا موجودين براس الخيمه. اكيد نحن موقعنا في بنايه العبدولي مقابل مسجد البلديه القديمه. نعم يعني لوكيشن سهل، لوكيشن جدا سهل، هو الشارع الرئيسي شارع الشيخ اعتقد سالم، سالم شارع الشيخ سالم معروف يعني، هذا يعتبر من اكثر الشوارع الحيويه براس الخيمه. احنا نعتبر على الشارع، على الشارع اللي مقابل هو المسجد يعني مسجد البلديه القديمه، احنا مقابل المسجد بالزبط. بنايه العبدولي المركز الهندسي الدولي معروف غني عن التعريف، اكيد نحن يعني صحيح. تحت يعني في على الارض. نعم الارضي جميل. طبعا هو اللوكيشن بالضبط باسفل الشاشه موجود مع ارقام التواصل والسوشيال ميديا لشركه بيت الخير للعقارات. الله يكرمك، اشكرك جزيل الشكر مره اخرى. العفو، الله يكرمك، نورتونا. الله يزيدك نور. مشاهدينا الكرام، الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.